كان لو الإمام راجع واحد المصلين دخل، هل من الإمام ينتظره أم لا؟ هذا الأفضل من باب يعني الإمام راكع الآن وفي واحد جاي يجري يقول إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين، يعني يطلب من الإمام إيه ينتظر شوية حتى إيه يدرك. ففي أئمة يقول لا أنا أدبه ويقوم بسرعة، وفي إمام آخر عنده رحمة شوية ويقول إن الله قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وده بر وتقوى، انتظروه حتى يغنم معي الأجر. يعني من الأفضل أن ينتظر. هذا الأفضل. وإن كان بعض الأئمة من المالكية يقولون لا لا تنتظره، امض على صلاتك، لكن عندنا أن الإمام من الممكن أن يخفف أو يطول من أجل مصلحة المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف. خفف العلة الخارجية مع أنه يريد الإطالة من شدة وجد أمي عليه، والعكس كذلك، فما دام جاز له أن يخفف لعلة جاز له أن يطول لعلة ما لم يشق على المصلين.